دلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال لفريق النجوم أدب، والسؤال من هو الأديب المصري الراحل مؤلف رواية بيوت وراء الأشجار؟ 1997 بتتناول نكسة 67 وتهجير أهل بورسعيد والحياة المأساوية اللي عاشوها. نانسي إجابتك. محمد حسنين هيكل. محمد حسنين هيكل طبعاً إجابة خاطئة. في إجابة؟ في. أحمد. محمد البساطي. محمد البساطي طبعاً إجابة صحيحة. الأندلس حمد لله على السلامة. 10 نقط مهمين جداً. الأندلس 5. أنا قلت النجوم 20 والأندلس. عندكم دلوقتي سؤال في الأدب.